نذهب إلى أستراليا، هناك في سيدني عبد العزيز الفريض. عبد العزيز، أين تتواجد الآن؟ أهلا وسهلا أستاذ خلف. أنا الآن متواجد في مدينة سيدني أمام أحد أكبر الهايبر ماركات في المدينة. طيب عبد العزيز، يعني رأينا في الفترة الماضية بعض المقاطع وشاهدناها وهي تتحدث عن أن بعض الأسواق يمنعون الأجانب من الدخول إليها هناك في أستراليا تحديدا، ما صحة هذه المقاطع؟ وأيضا طمنا على وضعكم أنت والعائلة الكريمة هناك. صحيح، بخصوص المقاطع المتداولة أخيرا اللي تطرقت إلى أن بعض الأستراليين أو بعض المحلات الأسترالية تمنع دخول الأجانب للتسوق والتبضع، هذا الكلام غير صحيح، في لبس بسيط. اللي صار أن بعض المحلات قامت بمبادرة لنقص اللي تأثرت يعني بخصوص الأزمة في نقص المواد الغذائية، اضطر بعض المحلات أنهم يخصصون ساعات محددة لكبار السن والممارسين الصحيين. هذا كل ما في الأمر. أما بخصوص الوضع العام، الوضع اللهم لك الحمد يعني جيد جدا. الحكومة هنا قامت ببعض الإجراءات الوقائية، الوضع مطمئن اللهم لك الحمد، ما تم لم يتم تسجيل أي حالة بين المبتعدين السعوديين، هذا يدل على وعي الطالب السعودي في أستراليا. شكرا لك عبد العزيز، والله يرجعك أنت وعائلتك لأرض الوطن.